العديد من محطات الوقود بورقلة، خاصة تلك المتواجدة بمناطق نائية ومعزولة، بادت مهددة بالغلق بسبب الرسوم المرتفعة التي أثقلت كاهل أصحابها والتي يقابلها تراجع كبير في الأرباح. احنا في بداية المشروع أعطتنا الدولة يعني بسعر رمزي، يعني ماذا بينا على الأقل نمشوا في هذا الطرح، ولكن كي بدينا المشروع نتاعنا وبدا في الانتاج وبدينا نخدمه جاتنا بعض الاتاوات اللي ما نقدروش كمستثمرين ان نواجهوها. احنا ماذا بينا نطلب من رئيس الحكومه على الاقل يشوف وينظر بالمستثمر، يعني خاصه في الجنوب، وكما احنا هذا الاستاسيو هذو اللي رانا احنا دروكا تعبانين. تصور انت واحد كيما اخينا هذا في جاي في قريه من قرى مدينه ورقله معزوله وتعتبر من مناطق الظل، ما يبيعش 5000 لتر في النهار، هو ما يغطيش حتى الأجرة تاعو. كيما أنا مثلا من 2015 كنت بسبعة ثمانية عمال، درك راني بثلاثة. ويطالب أصحاب محطة الوقود بضرورة إعادة النظر في الرسوم والأتوات التي أقرها قانون المالية الجديد، لا سيما وأن العديد منهم اضطروا إلى تسريح عدد من العمال وتقليص النفقات في ظل هذه الأزمة. ويا عجب احنا نتساءل كمستثمر، هل المحطة اللي راكم تشوفوا فيها الموجودة على 87 كيلومترات على مدينة ورقلة حاسي ميلود تعتبر منطقة نائية، هل هي نفسها المحطة كما الموجودة على طريق السيار، هي نفسها الموجودة في المواني، هي نفسها يعني راكم تشوفوا وتلاحظوا لو كان تبقوا ذركة يومين يعني الوزن الثقيل ما يمشيش هنايا. لأن مامو الجنوب يديروا له يعني يديروا له تعاملات خاصة، يعني باش أنا واحد نعمر الجنوب نسهل له نزيد له، لأن باش تعمر الجنوب هذا جنوب كبير. الديون المتراكمة وكثرة الأعباء جعلت أصحاب هذه المحطات يفكرون في تعليق نشاطهم على أمل أن تلقى مطالبهم استجابة من الجهات المعنية.